ما المقصود بالليالي العشر؟ ذكر الله جل وعلا الليالي العشر في سورة الفجر حينما قال: هو الفجر وليال عشر. وقد اختلف العلماء في ماهية هذه الأيام العشر، فذهب الجمهور إلى أنها الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة، وقد نقل الإمام ابن جرير الطبري إجماع العلماء على ذلك، وقد ذهب إلى هذا الرأي من السلف ابن عباس ومجاهد وابن الزبير كما ذكر العلامة ابن كثير. أما سبب ذكر الليالي بدل الأيام فيرد عليهم بحسب أصحاب هذا الرأي أن اللغة العربية واسعة، فقد يطلق لفظ الأيام ليدل على الليالي أحيانا، أو كذلك يطلق لفظ الليالي ليدل على الأيام. وقد كان الغالب في ألسنة الصحابة غلبة الليالي للأيام، وقد ذهب علماء آخرون منهم الشيخ ابن العثيمين إلى أن المقصود من الليالي العشر الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وذلك بسبب أن في هذه الليالي ليلة القدر التي هي خير الليالي وأفضل من 1000 شهر. فضل الأيام العشرة من شهر ذي الحجة. ذكر الله عز وجل فضل الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة على سائر أيام السنة، ففي الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فيستحب في هذه الأيام التوبة من الذنوب والمعاصي والإكثار من الأعمال الصالحة من صيام وصدقة وتهليل وتكبير وتحميد، وكذلك أداء العمرة والحج فيها. فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان. يدل على فضل الليالي العشر الأخيرة من رمضان ما روي عن السنة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت تلك الليالي اجتهد في العبادة والقيام، فشد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، كما يدل على فضل هذه الأيام أن فيها ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، كما جاء في فضل قيامها قوله عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.